أخبار اليوم. مهندسة هبة صالح، أستاذ ماجد مونريال، رئيس التنفيذي الهيئة القومية للنيل، ومما يساهم في المشاركة في الناتج القومي الإجمالي. هذه الدول بدون استثناء معدل النهاردة مشاركة قطاعات الاتصالات وجمع معلومات في هذه الدول جميعا تقريبا في حدود من 7-8%. استعرضنا كده هنا اللي هي معدل من 7-8%. يبقى ده الجزء الأول من أهمية الاتصالات وجمع معلومات في الدول جميعا. الجانب الآخر وهو جانب مهم جدا، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الخدمات والتغلب على كل المشكلات. يعني بنتكلم على رفع الإنتاجية، بنتكلم على شفافية، بنتكلم على محاربة الفساد، بنتكلم على عدالة اجتماعية في نشر الخدمات. فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زي التجارب اللي مر بيها الأخبار النهارده، يمكن التطور الرهيب لما حضرتك بدأت تستخدم التكنولوجيا في الفترة القريبة الماضية، وانتوا كإحساسكم بالعائد اللي تم، وكنا النهاردة برضو في ندوة صادقة، وكان أنا بقول النهاردة الأوتريتش أو وصولكم لأعداد رهيبة من القراء. طبعا الجريدة طبعا القوة دي طبعا مهمة جدا، ولكن عن طريق النهاردة نشوف البوابات اللي اتعملت للصحف اللي موجوده، نشوف تقريبا نسبه القراء اللي بيقروا هذه المعلومات عن الالكترونيه باللي بيقروا في الجرائد نسبه رهيبه. وبالتالي النهارده اصبح ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها الجانب التنموي، سواء وفي نفس الوقت تطوير قطاعات الدوله، و بحيث يبقى المردود على المواطن في النهاية بتحسين الخدمة ورفع مستوى سواء الاجتماعي أو الاقتصادي. فدول المحددين الرئيسيين اللي النهاردة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بتحققهم أيا كان. مصر أدركت يعني هذا الموضوع، وكانت بالأمانة قبل الثورة من الدول المتقدمة جدا في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدول العالم. وكان معدل نمو هذا القطاع قبل الثورة حدود من 16-17%، وهو تقريبا كان بيمثل ضعف معدل النمو بتاع الدولة. وفي نفس الوقت كان مصر تعتبر من أهم الدول العالمية في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. ولكن وبرضو عشان نكون واقعيين، لم يبقى ده الجانب الأولاني اللي هو بيعتمد على جذب استثمارات، خلق فرص عمل ومشاركة في الناتج القومي. ولكن على الجانب الآخر بقى اللي هو الجزء اللي كان مفروض إن يبقى بنطور قطاعات الدولة، لم يكن على نفس السرعة ولا نفس الاهتمام على أساس يبقى في هذا الموضوع. كان في تجارب ناجحة، ولكن لم تكن في إطار عام لتطوير كل قطاعات الدولة بناء على خطة استراتيجية تضمن ان احنا نحط معايير ثابتة لتطوير جميع القطاعات الدولة. وبالتالي لما احنا يعني تولينا المسؤولية، كان النهاردة لازم نعمل التوازن ما بين المحافظة على وضع مصر من اهم الدول في تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف النظر عن التحديات والظروف الصعبة اللي مرينا بها كدولة، ولكن امكننا المحافظة لحد ما على الاستثمارات التي تمت في هذا القطاع. والحمد لله لن نخسر من يعني فوق 170 شركة، أكثر من شركتين بالرغم الظروف اللي مرت بها مصر، بل بالعكس هناك شركات زاد نسبة المعدل النمو فيها السنة 30%، وشركات عملاقة. يعني لو
بنضرب امثله زي باليو، زي اي ام سي، زي فودافون، زي اي بي ام، زي مايكروسوفت، زي اوركل، كلهم كان معدل الزياده بتاعهم معدل كبير، لسبب ان اكتشفوا ان الشباب المصري اللي حضرتك ذكرته اللي هو يعتبر من اهم عنصر ان احنا لازم نحافظ عليه ونديله البيئه الصالحه من يعني نعمله تنميه وزملاء يغطوا هذه المواضيع، هو هذا العنصر لان في اسوء الظروف واصعبها كان نسبه كفاءته وادائه تتعدى كل ما يمكن ان احنا يعني نتصوره. وعلى فكره انا سمعت هذا الكلام واخيرا النهارده الظهر كان عندنا ندوه وكان الشيخ تمام موجوده معانا، انا سمعته من اكثر من مسؤول تنفيذي في الشركات العالميه ان فعلا الشباب المصري في هذه الظروف كان ينتج انتاج. طيب احنا النهارده عشان نعمل بعد كده تطوير جميع قطاعات الدوله عندنا لازم الشروط تكون متوفره. اهم هذه الشروط ان لازم يبقى فيها الانترنت فائق السرعه هو اللي موجود النهارده ومنتشر في البلد ككل. لن يمكن تطوير قطاعات الدوله الا ان انا اقدر اوصل الخدمه بسرعه عاليه وكفاءه عاليه وفي نفس الوقت الاسعار تكون مناسبه. لن يمكن تحقيق ذلك في الا بنشر انترنت فائق السرعه. وهو على فكره موضوع لا يتم بين ليله واخرى، ده محتاج تخطيط ومحتاج عدد من السنوات. جهاز تنظيم الاتصالات اطلق المبادره اللي هي الانترنت فائق السرعه وخدنا عليها موافقه مجلس الوزراء في 13/12/2013 يعني سنه، على اساس ان هذه الخطه في خلال 7 سنوات باستثمارات تقدر بحوالي 45 مليار جنيه للاكمام اللي هي موجوده. طبعا مع تقدم التكنولوجيات هيتم اعاده الدراسه بحيث نشوف الاسعار هيتم طبعا ازاي ان احنا نقدر نخلص. وده كان مطلب رئيسي من السيد الرئيس لما تشرفت بمقابلته، ازاي ان احنا نقلل هذه الفتره، لانه ادرك لما قلنا حطينا بعض الحقائق ادرك ان هو هذا اهم عنصر في تطوير جميع قطاعات الدوله الاخرى. وبالتالي في مشروع استشاري خلاص ان هو هنبدا فيه بمنصتين اتصالات وباتصالات مصر لان احنا نوصل الانترنت بقى بسرعه 1062 مدرسه، 350 مركز صحي والمستشفى، لعدد من مراكز الشباب يعني كان المفروض عندنا اعمال كبيره ولكن يعني حابين ان شاء الله على الاقل نطور حوالي 100 مركز شباب، 27 مركز للقوى العامله، حوالي 100 النهارده نيابه ومحكمه، عدد 57 مركز بحث علمي، يعني هناك وزارات وقطاعات ستبدا الاستفاده من الانترنت من هذا المشروع الاستشهادي بالانترنت فائق السرعه. برضه طبعا عندنا حاجات ثانيه لازم ان احنا نكملها للوصول لما يطلق عليه المجتمع الرقمي. المجتمع الرقمي يعني برضه عشان ما نستخدمش الفاظ يعني ازاي النهارده كل خدمات الدوله يتم تحويلها الى خدمات الكترونيه حتى ان المواطن المصري لا يقدر يستفيد من هذه الخدمات عن طريق حاجتين، يا اما الكروت الذكيه اللي هي موجوده دلوقتي ولكن المفروض ان احنا نحط لها معايير عشان نقلل عدد الكروت الذكيه مع اصدار بطاقه الرقم القومي اللي هي الذكيه ذات الشريحه اللي هيبقى يتحط عليها التقرير الالكتروني حتى يستطيع المواطن ان هو ياخذ خدماته بطريقه مؤمنه وبطريقه سهله بالانتشار على في ربوع مصر المتنى. في لقاء مع السيد الرئيس كان من ضمن الحاجات المحدده اللي هو ركز عليها هو طبعا الاهتمام بشبابنا والعنصر البشري، الاهتمام بنشر خدماته بالذات في المناطق المهمشه، واتكلمنا طبعا على ذوي الاعاقه احنا ازاي بند لهم يعني الخدمات مختلفة مع التصميم وتصنيع الالكترونيات. ده النهارده برضه من اهم المحاور اللي احنا عندنا خطه استراتيجيه كنا المفروض ننمو بهذه الصناعه من حوالي 14-15 مليار في يعني السنه الحاليه لحوالي 80 مليار في 2020. يمكن برضه في الكلام مع السيد الرئيس قال ازاي نقدر يعني نسرع ب مواضيع التصميم وتصنيع الالكترونيات لان مصر بوجودها النهارده في قلب افريقيا وفي الشرق الاوسط وفي اوروبا
وبالاتفاقيات اللي هي بتضمن النهارده بما يعني اللي هي اتفاقات التجاره الحره ما بين ثلاث يعني زونز دول من افريقيا والشرق الاوسط واوروبا، تستطيع انها تتبادل في التصدير لهؤلاء او ثلاثه زونز دول، وبالتالي ده بيديها ميزه تنافسيه. بدليل النهارده شركه سامسونج بتصدر بحوالي 800 مليون دولار سنويا. برضه بعدين هنروح طبعا لموضوع الانفراستراكشر اللي ما يخص قطاع الاستراتيجيه. هو طبعا المجتمع الرقمي زي ما تفضل سيد الوزير ان هو معني بتوفير رفع كفاءه الخدمات بما فيها مكافحه الفساد والشفافيه والكفاءه، من الحاجات اللي هي المهمه اللي احنا بنوصلها، وهي ان احنا يحصل في تكامل ما بين قواعد البيانات القوميه والانظمه. النهارده المواطن عشان خاطر يقدر ان هو ياخد خدمه من حاجه معينه، اضعاف مثلا لو مثلا رخصه المرور ولا حاجه، ان هو محتاج ان هو يروح كذا جهه عشان خاطر يقدر يخلص حاجته، وده نتيجه ان في حاجات موجوده في جزء. احنا من الاهداف المجتمع الرقمي ان هو يحط منه الاساسيات اللي تبني هذا التكامل اللي تؤدي الى ان الانظمه تبقى تعمل بكفاءه، بحيث ان هو تسهل على المواطن ان هو يقدر يحصل على الخدمه بطريقه سهله وبروبتها. طبعا ده مش هيجي لازم هيبقى في تكامل بين جميع قطاعات الدوله وبعضها، زائد ان كمان هيبقى المجتمع الرقمي هيحط القواعد علشان خاطر القطاع الخاص يقدر يحط الخدمات للمواطن. يعني ما هوش بس عشان خاطر الحكومه او اللي هي اللي بتاخد، لا كمان القطاع الخاص يقدر ان هو. ومن هنا تيجي برضو بالنسبه للحوسبه، الحوسبه السحابيه او الكلاود كومبيوتنج، ودي من التقنيات او التكنولوجيز اللي طلعت الدول كتيره سبقتنا فيها، واحنا الحقيقه المفروض ان احنا ناخد يعني خطوات سريعه عشان خاطر ان احنا نلحق عليهم. واحنا متبصين في الحوسبه السحابيه دي على ثلاث محاور: محور الحكومه، وهو ان احنا المفروض يبقى في عندنا حوسبه حكوميه، حوسبه سحابيه حكوميه فيها جميع الخدمات اللي بتوفرها الحكومه للمواطن. الكلام ده هو يبقى في كلاود كومبيوتنج، اللي هو الجفرمنت كلاود كومبيوتنج، وده لازم ان هو يكون طبعا حاجه قويه. واحنا دلوقتي بسبب ان احنا نعمل مشروع استرشادي وتعامل مع وزاره الدفاع عشان خاطر نعمل النواه لهذه الحوسبه. فدي بالتكامل مع المجتمع الرقمي، دي بتكمل جزء من المجتمع الرقمي. الجزء الثاني اللي بنبص له وهو ان هو زي الحوسبه السحابيه انها بتقدم خدمات للقطاع الخاص والشركات الصغيره، يمكن دي يعني وانس حسين هيتكلم عليها احسن مني. الحته بس اللي انا كنت يعني حابب ان انا داخله شويه مع المجتمع الرقمي، وده اللي ظهر من الشركات، احنا قعدنا مع شركات القطاع الخاص كتير وهم قالوا احنا عايزين نعمل الحوسبه السحابيه، بس عشان خاطر ندخلها لازم ان يبقى في تنظيم من الحكومه لحاجات اللي هي خاصه مثلا بالخصوصيه بالتشريعات وهكذا، فده لازم يبقى في دور كبير للحكومه، وده احنا ان شاء الله يعني بنحاول جامدين ان احنا نلعب هذا الدور. والمحور الثالث وهو الحوسبه السحابيه في محور قناه السويس، وده برضو من الحاجات اللي احنا يعني حريصين على ان موقع مصر الجغرافي اللي احنا نقدر ان احنا نستغله طبعا يعني في مجالات مختلفه، ومنها ان يبقى الشركات العالميه بدل ما تحط تنشئ مراكز الحوسبه بتاعتها في اماكن اخرى، ودلوقتي في اماكن يعني حتى في افريقيا لها عليها يعني موجوده كطلب ان هي تتعمل، فاحنا الحقيقه يعني بنحاول ان هو يحصل في جذب لهذا الاستثمار ان هو يتم في محور قناه السويس، بحيث ان هو يقدر يغذي او يقدر يخدم المنطقه افريقيا والشرق الاوسط، ونحاول ان احنا نشوف كل التسهيلات اللي ممكن ان احنا نعملها لهذه الشركات بحيث ان هي تبقى عنصر جذب لهذه الشركات. يمكن بس على حته قناه السويس دي هقول ان احنا يعني بنبص لها من ناحيه تكنولوجيا المعلومات، دي محتاجه عماله ومحتاجه يعني واحنا عندنا الكوادر اللي تقدر تكون اجنبيه وتستعملها من كده شركه، حتى الجرافيكس مثلا من الحاجات اللي الشباب بتوعنا شاطرين فيها جدا، فحاجه قادرين على ان احنا نعملها ان احنا نركب الحاجات دي مع بعضها ويبقى فيه
العناصر بتاعت تنمية الكوادر البشرية، إن البنية التحتية بحيث إن هو نقدر إن إحنا نطلع مثل هذه الصناعات ونبقى مصدرين لهذه الصناعات. فده مثال علينا. والجزء الثاني هو مساعدة للتعاون مع القطاعات الأخرى في عمل مجموعة من الخدمات اللي بتخدمهم، زي مثلا الخدمات اللوجستية للنقل، أو خدمات مثلا الحاجات للتعليم أو الصحة، بحيث إن هم يكونوا موجودين. ممكن يكونوا بيتعاملوا في حاجات أخرى بس يكونوا موجودين، يبقوا يعني الخدمة بتاعتهم بتكون من محور قناة السويس. فدي من الحاجتين اللي إحنا بنبص عليها من هذا الموضوع. بالنسبة بقى لمجال الاتصالات، البنية الأساسية أهم حاجة في مجال الاتصالات، البنية الأساسية هو العمود الفقري للاتصالات. لو ما عندناش بنية أساسية زي ما بتقول، أنها البنية الأساسية تسمح لنا إن نوفر حاجة اسمها في التقنية الليتنسي، سرعة التحميل. أنا بحاول كل يعني احنا لو بصينا كده عالميا ايه اللي بيحصل النهارده، اكبر نمو هيكون موجود نمو في حركه البيانات. البيانات هيحصل وبالذات في منطقه الشرق الاوسط تقريبا مستوى نمو في حدود 38%. هذه حركه سنوية. هذا النمو الضخم هيكون نتيجة تطبيقات خاصة بتتطلب الليتنسي يبقى قليل، اللي هي سرعة التحميل. فمصر عشان تجذب هذا النمو لابد انها تستثمر في البنية الأساسية وبشكل سريع 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 وبشكل عالي. زي ما علي الوزير قال عشان نحسن هناك البلد تقريبا 45 مليار جنيه، فده مبلغ محتاج شركات كتيرة. النقطة دي مهمة جدا، لأن شبكات الإنترنت فرق السرعة. شبكات الإنترنت فرق، ده البنية الأساسية عشان أقدم عليها شبكات الإنترنت أو أقدم عليها خدمات الإنترنت فرق السرعة. زي ما قالوا زمان القدرات صنعة على ضفاف الأزهار، أعتقد للسهل إن إحنا نقول النمو سيصنع على ضفاف الأرياف الضوئية. الدول عملت كده ووصلت للي احنا بنسميه الاقتصاد الرقمي، وفعلا قدر بقى ان مجال الاتصالات تكنولوجيا المعلومات يوصل الى من 8% ساعات اكتر كمان في الناتج القومي من بلادهم. ده نتيجه ان هم عملوا هذا التحول. فبالتالي عندنا هدف استراتيجي ان احنا لازم ننمي البنية الأساسية وبسرعة. بس النقطة يعني غير الأمن القومي حضرتك بتدي يعني هي طبعا هي رخصة خدمات متكاملة، يعني سميت خطأ إعلاميا رخصة إنها رخصة. بس حضرتك تمنح الخدمة الأرضية، حضرتك تمنح الخدمة الأرضي لناس عندهم موبايلات وعندهم اي دي اس ال، وبتمنح خدمة المحمول لواحد عنده ارضي وايه دي سالفه. لكن دلوقتي احنا بنمنح لواحد خدمه بتتصاعد وهي خدمه محمول، وبنمنح لطرف او طرفين اخرين خدمه ارضي بتنتهي لحد ما تتحقق له خدمات وتتحقق له فايده. وفي نفس ذات الوقت يعني في طبعا نقطه التداخل ما بين شركة مصرية للاتصالات وشركتها في وشركات الاتصالات كلام حضرتك. أنا هضيف على كلام الأستاذ خالد حاجة عكسية، إن حضرتك بتمنح له الرخصة في التليفون الثابت، هو ما دفعش ولا مليم الشبكة اللي عمرها والسنترالات، مش كده برضه؟ ولا هو هيعمل شبكة أرضية جديدة؟ لا هيعمل شبكة أرضية جديدة حضرتك؟ هيعمل سنترالات جديدة ولا عندي أنا سنترالات في كل حتة وعندي شبكات وعندي حاجات؟ دي ملك الشركة المصرية للاتصالات وانشأتها على مدار اكثر من قرن وممتدة، في حين ان في شركات بالنسبة للمحمول لو هتيجي الشركة المصرية للاتصالات مثلا هتبني شبكة جديدة، مش كده ولا لا؟ اتفضل.
أول حاجة بالنسبة للمرور، كلام حضرتك مظبوط لو بنتكلم على الخدمات الصوتية. فعلا الخدمات الصوتية بالنسبة للسالب بتنتهي. المرور بالمحمول، ولكن حتى نموها هيبقى عالي. المستقبل الخدمات البيانات الداتا. فبالعكس فأنا أرى، أنا شخصيا أرى إن في مستقبل باهر ومطلوب بالذات أيضا في الديتا. لا حتى الآن مفيش تكنولوجيا بتصارع الفايبر بمجال الداتا. جميع أنحاء العالم حتى للأمن الديتا عن طريق الفايبر لحد ما بالأمن أأمن عن طريق اللاسلكي. فبالتالي او تامينها بيبقى اسهل. فبالعكس ففي مستقبل للبيانات عن طريق النت اكسل. احنا بنطق التنميه البنيه الاساسيه، لان البنيه الاساسيه نقدر نحط التنميات الالياف الضوئيه، وبالتالي نقدر ننشر هذه التنميات بحاجات. الحقيقه ده عشان كده احنا كملنا موضوع الاطار العام بتاع نظام الترخيص الموحد، دخلنا فيه معادله جديده اللي هي بنسميه الكيان الوطني، وسميناها وطني لان هو تحت سيطره الدوله، لانشاء شركه جديده وانشاء وتاجيل وتشغيل البنيه الاساسيه. وده شيء مهم جدا، لان ده هيسمح اولا بالتكامل مع شركه المصريه للاتصالات، لان الشركه المصريه للاتصالات مش هتقدر تستثمر في كل حاجه، هي عايزه تدخل في المحمول. بنقول احنا لازم ننمي البنيه الاساسيه. لو فضل مقصوره الشركه المصريه للاتصالات البلد مش هتستفيد. الكيان الوطني ده بيتبع مين يا فندم؟ بيتبع مين الكيان الوطني؟ الكيان الوطني هيكون مؤسسين في الشركات شغالين، الشركه المصريه للاتصالات، شركات المحمول، جهات تتبع الدوله. اعتقد كمان قوات مسلحه عايزين نقول شركات، معلش شركات تبع الدوله وليس قوات مسلحه. انما في مثلا كهرباء، الكهرباء عندها برضه شركه لابد انها السكه الحديد، هيئه السكه الحديد، كل ده هيكون من مؤسسين هذا الكلام. يعني انا هاخد الشبكات بتاعه الشركه المصريه للاتصالات وانديها للكيان الكبير؟ لا يا فندم. ما هي دي النقطه اللي عايزه توضيحها. ده احنا اللي هو نقول الكيان الوطني سيتكامل، بمعنى الكيان الوطني ده الحتت اللي عايزه ما فيهاش خدمه عايزه يحصل لها نمو. زي سينا مثلا يا فندم. جميع المناطق اللي ما فيهاش هذه الخدمه هذا لازم ننميها. النهارده من ضمن الصعوبات في التغطيه حتى للمحمول، المحمول في الاخر لازم يربط بحاجه اكبر. المحمول هو لاسلكي بين الديفايس يكون نفسه والمحطه، بعد كده ربط المحطات ببعض هو ارضي فاغلى الوقت يعني. فبالتالي دي حاجه مهمه، احنا عشان مثلا نغطي حلايب وحلاكين وكده بيكون عندنا مشكلة إن مفيش مش مشكلة محطة محمول، مشكلة محطة الربط بعد كده. السعة التراسلية الموجودة عشان نربط فيها غير متوفرة. فبالتالي دي بتعوق التنمية. سواء تنمية اجتماعية أو تنمية اقتصادية. فاللي إحنا بنحطه كإطار في هذا الموضوع إحنا عايزين ننمي القطاع. ومن المفروض الكيان الوطني ده إنه هيبدأ استثمار في هذه المناطق. مفيش مش هناخد من حد حاجه ولا يعني بالعكس. وبعدين في نقطه بقى مهمه جدا، وده الاتجاه العالمي اللي هو بيسموه الكوست شير او المشاركه في التكلفه. النهارده تكلفه البنيه الاساسيه لو كل شركه فرد بل عملت هي بنفسها البنيه الاساسيه بتاعتها هنلاقي حضرتك انها هتقدم خدمه بسعر عالي جدا. عندي حضرتك مثال مثلا. النهارده لو نفترض ان كل الشركات هتعمل البنيه الاساسيه. حتى الناس في الزمالك حتت اللي فيها ناس وفيها تقدر تجيب دخل
عالي مادي، هنلاقي بقى ان في يعني تضاعف او في دوبليكيشن من المسارات في حتت معينه، بينما في حتت ثانيه ما فيهاش خالص. المشاركه في التكلفه والحط ان احنا نضع اولويات في التخطيط، ده هيخلي الشركات انها تقدم الخدمه بمستوى بسعر مناسب، وفي نفس الوقت اقدر اتوسع افقيا، يعني بدل ما احط اربع مسارات في الزمالك هحط مسارين مثلا واروح انمي في مدينه مثلا في الكبير في الصعيد في المناطق الاخرى. فطريقه الانتشار هتبقى اسرع. ايوه بعد اذنك، هو النقطه دلوقتي الشركه المصريه هتستفيد هتاخد الشغل شركات كبيره لما واحد لما اتنين هتشتغل ازاي انها تاخد. دي النقطه اللي الناس كلها ويمكن اعتقد ان الخلاف اللي موجود دلوقتي طبعا النقطه الاولانيه فكره هو مفيش خلاف. لا هو حضرتك لغايه دلوقتي يعني على اخر حاجه ان لسه ما تمش الانتهاء. ما ايه اللي موقف طبعا انت النقطه اللي حضرتك قلتها في الاول حته تقديم خدمات المعلومات عن طريق ارضي افضل، برضه دي مشكله رئيسيه دلوقتي ان معظم الناس اللي عندها خطوط لاسلكي ما بتعرفش تستفيد من الخدمات دي. عندنا مشكله ان في المناطق الجديده كلها بلا استثناء عندهم المشكله. يعني الارضي طبعا اقوى وخدمته افضل مليون مره من خدمه بس هي النقطه اللي احنا عايزين الحقيقه التكامل الحقيقي بين الجهات اللي هي شغاله في المال العام. هو ده الفكر الاستراتيجي لازم يوصل له، وده اللي التخطيط اللي بيبني طريق جهاز قومي للمجتمع الرقمي. هو ده هيبقى المنوط دي يحط الاولويات، يحط ايه المفروض التجميعات اللي هتخدم الاختراعات وايه انواع التطبيقات، كل ده هو المقصود بيه ان شاء الله اللي هيتم تفعيله مع احنا اتكلمنا كتير عن الانفراستراكشر واتكلمنا على التكاليف والاستثمارات المطلوبه في الحقيقه. انا ابتديت بالنقطه الخاصه بالتنميه البشريه وحضرتك معهد تكنولوجيا مع مدن يمكن رحت من اكثر من 20 سنه تقريبا في الهرم او في وادي سلوزه لا بره كده كان في مكان بعيد كان في الدكتور وسط البلد الدكتور جمال كراويه تقريبا جمال سعيد دكتور جمال سعيد كراويه كان هو مدير معهد تكنولوجيا المعلومات. لا ده تبع اكاديميه حماد سالم. ده محمد سالم اللي مسكه لما كان في الارض. هو نبيل سعيد دكتور نبيل سعيد كراوي. نبيل سعيد كراوي اخو اللي كان في مركز التجاره. كان في مركز التجاره. وبعد كده من 20 سنه بس. 21 سنه. 21 سنه. يعني خليني اقول نقط كده سريعه. النقطه بتاعتي اللي بتكلم عليها ان هل عندي شباب حضرتك شفتيهم في المعهد او مخرجين المعهد ممكن الاستثمار الاكثر فيهم ان هو يفرد ويعمل طفره بافكاره ومبتكر برنامج معين يقدر يعمل لي مش هقول فيسبوك ومش هقول انه يبتكر جوجل جديده بس اشياء من هذا النوع تبقى قيمه مضافه لمصر للاقتصاد المصري حاجات كده ولا احنا بنصرف في الاحلام وفكره المصريين يكسروا الدنيا والكلام ده مش بصراحه. طيب يعني هو النهارده حضرتك كنت كاتب مقاله عن الهرم الرابع وكنت جاي انا عاوز اقول لك ان التكنولوجيا هي شريان الهرم الرابع والخامس والسادس ان استاذ محمد قال لي ده التكنولوجيا الهرم الخامس الهاي. ف عاوز اقول لحضرتك كده تخيل معايا حضرتك نازل الصبح من بيتك وعربيتك واصل لها رساله من المركز الصيانه بيقول لها عاوز كذا كيلو لازم تروح لكذا جات لها في السيم كارد الموجود دلوقتي في عربيات كتير وحضرتك انت ماشي الورقه الديفايس الخاصه بيك قالت لك ضغطك وسكرك في كذا وكذا وكذا. روحت البيت جات لك رساله من الصيدليه عشان باباك ومامتك في كذا وكذا وكذا. كل دي نوع من البيانات للحاجات اللي بقت تتكلم معاها ويمكن دي اللغه اللي بنتكلم بيها مع الشباب واحنا بنقول لهم خريطه التكنولوجيا رايحه فين. دي نفس الخريطه اللي كان مع الوزير والدكتوره نورا والمهندس هشام بيتكلم عن خدمات الداتا وخدمات السوق. الحاجات اللي بتكلم بعضها دي واللي لسه هتكلم بعضها تخيل حضرتك عندنا كام مريض كبد وسكر وضغط في مصر؟ ما بتكلمش على الناس اللي هي بتجري ولابسه اكسسوارز فور فانسي. انا بتكلم على وظائف حيويه. تخيل حضرتك يمكن احد مشاريع السنه اللي فاتت اللي شبابنا
قبلوها هو ازاي العدادات القديمه ما بتمشي مع سمارت ميتر. احنا عندنا 25 مليون عداد كهرباء في مصر. ازاي العدادات القديمه اقدر اخد قرايتها بشكل اكثر وضوحا وتبعت للمستهلك وتبعت لربة البيت ولا خدي بالك انت صرفتي كذا، وتبعت للشركه تقول لها خدي بالك بديل او بالتوازي مع قارئ العداد المتعارف عليه. 25 مليون عداد، لو بتكلم على 25 مليون شريحه فدي تقريبا نسبه من نسب شركات الاوبريتور اللي ابتدت حجم بيانات سوق موجود دلوقتي. واحنا بنتكلم عن الفويس، كلمه مهندس ويرس الفويس الشاب بعد في العالم كله مش هنا بس، انما الجزء الاخر من الصوره وهو الخاص بالبيانات ده يمثلوا الدراسات اللي بتقول سكان العالم ده 7.2 مليار بني ادم. الحاجات اللي هتكلم بعضها دي وهي ليست ببعيدة عنها 50 مليار شيء. 50 مليار شيء الفلاح هيشوفها، المجسات اللي بتتحط في الغطاء ده عايز يصير زياده، ده يتحسب دلوقتي بالظبط. الكلام دوت مش مستقبل. الدنيا جايه انا بتكلم لسه. يعني الشركه الوحيده في العالم اللي بتشتغل احد يعني الشركات القليله بتشتغل في انترنت الاشياء دي شركه اتباعت ب 100 مليار يورو. 100 مليار يورو لشركه بي تي سي. طب احنا ليه مهتمين بالموضوع ده؟ لانها بتمثل بالنسبه لي خريطه وانا رايحه فين وبعيد الشباب لايه. هنا يجي دور المعهد بالمنظور الخاص بوزاره الاتصالات مش بالمنظور الخاص بوزاره التعليم العالي. انا بكمل ما تفرزه الجامعات لجسر يتغير بسرعه شديده جدا. فازاي بقى اهل الكادر ده؟ ازاي بقى اهل الكادر ده عيني على حاجتين، الصناعه رايحه فين؟ السوق المحلي رايح فين؟ تطور التكنولوجيات رايحه فين؟ حضرتك وانت بتذكر في الاول هو احنا كنا في الاوت سورسنج وفي التعهيد وفجاه سكت. هو مش فجاه سكت، احنا في 2007 فعلا كان الدكتور طارق حاطط يمكن مهندس حسين يعني على اكثر كان كامبين الاوت سورسنج كان صمام امانها البشر علشان تعرف تحقق في 20.1 مليار دولار في الوقت دوت. طب مهندس حسين برضه اكد على الرقم اللي وصلنا له، كان لازم وانت بتكتسب الاستثمارات لازم تعد البنيه البشريه لانها صناعه بتعتمد كما وكيفا على عدد الموفور، كما وكيفا على كبيره بس متاهله كويس. فكان لازم نروح للمطرح الاساسي، كان لازم التوجه ناحيه الجامعه، وهنا كان دورنا. واحنا بندرب عشان هدف، بندرب عشان الصناعه، مش تعليم اساسي، مش تعليم بحثي. اقدر اقول ان في 2010 احنا من البرنامج ده يعني تقريبا وصلنا الى ما يقرب من 45,000 مستفيد. تكلفه الطالب كانت بتصل الى 7,000 جنيه تقريبا. في 2010 احنا وصلنا للمركز ال 13، المركز الرابع في احد الدول المؤهله. رقم واحد طبعا كانت الهند. فاتحطت خطه والخطه دي اثمرت زي ما بقول لك ليفنج من 13 ل 4، اتاثرت دفنتلي بعد كده. ومع ذلك كان دور الوزاره في سستيننج البزنس ده من ناحيه كيفيه الحفاظ على الشكل والمؤهلات اللي بندربها كل سنه استمرت لغايه اللحظه الموجوده اللحظه اللي موجودين فيها دلوقتي، وبصدد مع اتيله كيفيه اعاده بوصله التدريب اللي بيتم دوت لاعاده احيائه مره ثانيه. تنميه بشريه في الاي سي تي يعني ال 50 مليار شيء اللي هيكلموا بعض كان لازم اجراءات استباقيه في تاهيل الكوادر. الكادر في احد البرامج اللي بتمولها الوزاره بيصل تكلفته الى 40,000 جنيه في السنه. الطالب الواحد 40,000 جنيه، من 35 ل 40,000 جنيه منحه بتقدمها الدوله للطالب بعد طبعا اكتياس كثير من الاختبارات. انما هذا النموذج موجود يمكن في 5 نقاط في القاع بس، ومخطط ليها انها توصل ل 10 نقط كمان. اخيرا النهارده انا لسه جايه من اسماعيليه، احنا مش لسه هنعمل اسماعيليه طلعت اول دفعه، واول دفعه شغالين في اكبر شركات بتصدر خدمات تكنولوجيا معلومات زي ما بنقول كده ذات القيمه المضافه العليا، يعني شركه فاليه يمكن من الشركات اللي بقول لحضراتكم لازم تزوروها. الاعلام بيسمع فقط، انما اسمها شركه فاليو. حضراتكم اخر مره زرتوا معلش فرع الزكاه؟ انا بتكلم لا والله انا زرتها مش من زمان قوي بس كان في اجتماع مجلس الوزراء. اجتماع مجلس الوزراء؟ لا ده ناس يعني انتوا اكيد فرع الزكاه. لا دكتور احمد نظيف.
لا كان السبب يعني انا بس يعني هيبقى طبعا احنا بس انا برجوك اللي عايز يبقى عنده نظر من فوق لمصر بجد يجي يشوف الشباب اللي جوه القريه الذكيه. يعني هبه ذكرت باليه. انا مستسلم من السؤال. يعني احنا ذكرنا باليه. تعالوا تشوفوا اي بي ام وفودافون ام سي يعني كل الشركات العالميه بجد. والناس بتيجي تقول ايه ده المباني دي؟ بقول لهم اللي جوه المباني افضل مليون مره من المباني اللي بتشوفها. فعلا ودي كلمه المهندس ابراهيم محمد عبد الله. ودي اي حد بيجي يزور القريه الذكيه بيطلع عنده انطباع ان مصر ان شاء الله بيتفاعل. انا عشان كده انا بالعكس النهارده نفسنا نخرج من عباءه ان احنا بنتكلم نفسينا جوه قطاع الاتصالات. طبعا محررين محترفين. ولكن بأمانة ربنا احنا في النهاية لا يمكن انا ما طلعتش في الصفحة الأولى إلا لما قالوا إن أنا شربت كوباية عصير فاسد. أنا بتكلم بجد. مع إن إيه؟ يعني في النهاية هذا القطاع بيقدم كل يوم ما يخلينا كلنا مقتنعين إن لو في فعلا حل جذري للتحديات والمشاكل بكل الأمثلة اللي اتذكرت هو قطاع الاتصالات في موسم من وبالتالي المفروض النهارده رسالة من الإعلام إن يشوف فعلا شبابه، يشوف مستقبله، يشوف الدور في الاتصالات.